لمزيد من معرفة الموضوع عن حراك تشرين ينضم إلينا شبكة مراسلين من النجف حسام الكعبي ومن ذي قار أحمد السعيدي ومن بغداد أحمد مؤيد. نبدأ طبعا من النجف مع حسام. المتظاهرون بالنجف يريدون الإطاحة بالمحافظ، لكن في المقابل المحافظ يتهم التشرينيين بالانتماء إلى جهات سياسية. أنت كصحفي متواجد لنقل الحقائق، ماذا سجلت خلال تغطيتك للاحتجاجات بالنجف؟ نعم يا ناطق، يعني لليوم الرابع على التوالي يستمر يعني الشباب هنا في النجف بالتصعيد. نتحدث عن فترة التصعيد التي أمهلوا فيها المحافظة والحكومة المحلية، قبلها بأربعة أيام أيضا تظاهروا بطرق سلمية عن طريق المسيرات، تنظيم المسيرات والمسير من ساحة ثورة العشرين وإلى ساحة الصدرين، لكن لليوم الرابع نتحدث عن يعني حرق الإطارات وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة النجف وقضاء الكوفة وبالتحديد أمام مبنى المحافظة. شاهدنا يعني في الأيام السابقة أن الأعداد يعني بتزايد، لكن فوجئنا اليوم صراحة أن العدد قل من المتظاهرين، وأجرينا عدد من الاتصالات برموز الاحتجاج في النجف، تحدثنا معهم حول عدم يعني حضورهم لهذا اليوم في الاحتجاجات. قالوا أن هنالك بالفعل جهات حزبية تحاول زج عناصرها في التظاهرات وتريد أن تركب موجة الاحتجاج المطالب بتصحيح الأخطاء في النجف، ويريدون من هذا كله أن يعني يستثمروا منصب المحافظ أو يحصلوا على بعض المشاريع وال يعني المغانم من قبل المحافظ من خلال تهديده بالتظاهرات، إضافة إلى أن المتظاهرين لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية، عملية تقسيم المغانم. هم يريدون يعني تغيير الواقع ويعني تغيير الأخطاء السابقة ومعالجتها من خلال تغيير المحافظ واختيار بديل عنهم، وأيضا فتح ملفات الفساد بالنسبة للمحافظين السابقين والملفات المتعلقة بباقي الدوائر. لذلك اليوم هم أغلب المتظاهرين المعروفين غير متواجدين في الساحة. قبل قليل من الآن يعني شباب المتظاهرين عادوا إلى منازلهم يعني بعد أكثر من أربع ساعات من التصادم مع القوات الأمنية، وهنالك تراشق بين الطرفين بالحجارة، ويستخدمون يعني القزوة لضرب القوات الأمنية، والقوات الأمنية أيضا تستخدم القزوة والحجارة لضرب المتظاهرين. محافظة ذي قار أيضا تشهد تصعيدا بالتزامن مع تسمية محافظ جديد لهذه المحافظة، ومعنا من هناك أحمد السعيدي. حدثنا أحمد عن آخر التطورات الميدانية في الناصرية. مساء الخير ناطق، تحية لك ولجمهورك الكريم. ناطق، الوضع في الناصرية، المشهد في الناصرية معقد وصعب، ولا يمكن تمرير صفقة تسمية المحافظ بسهولة، خصوصا وأن الحراك هنا منذ يومين، ولمجرد أن سمع تناهى إلى سمعه أن هناك تدخلات حزبية وأن هناك تجري يعني خلف الأبواب الموصدة بعض الصفقات لتمرير أسماء معينة، قام ب يعني بقطع ثلاث جسور حيوية. اليوم حاصر المتظاهرون مبنى الإدارة المحلية وأجبروا موظفيها على الخروج، وقطع المتظاهرون ثلاثة جسور حيوية في مدينة الناصرية. وبالتالي خصوصا بعد إعلان يعني مصدر نيابي عن قرب تسمية رئيس الوزراء لمحافظ جديد، وقال أنه خلال 24 ساعة سيتم تسمية هذا الاسم، لكن نفس المصدر قال أن هذا الاسم سيعرض على نواب المحافظة، على الرغم من أن نواب المحافظة قبل 10 أيام أو أسبوع أو حال بدء الحراك في مدينة الناصرية قالوا أننا خوننا رئيس الوزراء باختيار الشخصية التي يراها مناسبة، لكن هناك أنباء عن قيام بعض الكتل الصغيرة خصوصا التي يعني خرجت صفقة المحافظ من يدها بالتدخل في هذا الموضوع، وبالتالي يعني محاولات لخلط الأوراق، لكن الشارع هنا ينتظر بحماس هذا يعني عملية تسمية المحافظ بسهولة. يعني دعني أنتقل إلى العاصمة بغداد مع أحمد. يعني في ظل هذه الأجواء
يعني المقلقة بالمحافظات، لكن البرلمان أيضا هناك أوضاع مقلقة. أنت البارحة سهرت في مجلس النواب مثل ما قلت بالتقرير حتى مطلع الفجر، مشاحنات، طرائف، اللي صار شنو داخل قبة البرلمان؟ مساء الخير ناطق، مساء الخير على الزملاء وعلى جميع مشاهدين يو تي في. يعني إلى الآن قضية المحكمة الاتحادية لم تحسم، على مع العلم أنه البرلمان حدد الساعة 6 اليوم مساء لاستكمال التصويت أو التصميت بالمجمل على قانون المحكمة الاتحادية، لكن إلى الآن لن تعقد الجلسة. يعني يبدو أن المشاكل والخلافات لا تزال عالقة بين الكتل السياسية، على الرغم من أنه الكتل المعترضة ربما كانت الكفة أرجح لها، بدلالة أنه يوم أمس البرلمان اضطر إلى التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لعام 2005، وتم التصويت على كافة فقرات هذا القانون، والذي لا يتضمن وجود فقهاء الشريعة الإسلامية في عضوية المحكمة الاتحادية. هذه النقطة الخلافية التي اعترض عليها شباب تشرين، الشارع العراقي بالأغلبية، معظم الكتل السياسية في البرلمان اعترضت على تواجد فقهاء الشريعة ضمن يعني أعضاء المحكمة الاتحادية. بالتالي اليوم البرلمان على موعد، الآن اجتماع قائم بين رئاسة البرلمان واللجنة القانونية لبحث الصورة النهائية لهذا القانون وكيفية التصويت عليه. هناك خيارين مطروحة، الخيار الأول هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لعام 2005، والخيار الثاني هو قانون المحكمة الاتحادية الجديد الذي عده مجلس النواب وصوت على أغلب فقراته باستثناء الثانية والثالثة والثانية عشر. لكن الكفة والاتجاه نحو التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لعام 2005 هو الأرجح، نظرا لأنه هذا القانون يحتاج إلى أغلبية الثلثين للتصويت عليه. القوى الكردية والقوى السنية هي المعترضة الأكبر على قانون المحكمة الاتحادية الجديد، بالتالي ربما البرلمان بعد قليل أو بعد ساعات، أو ربما كما عودنا البرلمان لساعات متأخرة من الليل، ربما كما حصل جديدة يوم أمس. المحصلة اليوم بالضبط، اليوم ربما سهرة جديدة، وربما قانون الموازنة الآن، حتى يعني بعض أعضاء اللجنة المالية أكدوا أن هناك خلافات بدأت تظهر من جديد، وبالتالي ترجيحات أنه الموازنة يعني تستمر جلسة التصويت عليها لساعات متأخرة بالليل. بالتالي مثل ما قلت أنه ربما على موعد، نحن على موعد بسهرة جديدة برلمانية. طبعا يعني مثل سهرة يوم أمس يعني شهدنا مشاجرات، شهدنا انسحابات، شهدنا اجتماعات. نعم. لذلك يعني ليلة كانت مميزة في مجلس لذلك النواب. أعتقد أنت مضطر اليوم أيضا ستسهر يعني لوقت متأخر. مراسلنا في بغداد أحمد مؤيد، وكان معنا أيضا من الناصرية أحمد السعيدي، ومن محافظة النجف الأشرف حسام الكعبي. شكرا لكم جميعا.